السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي ناخد سيكشن في قلب برنامج نفس وركس. ده مشروع انا كنت شغال فيه، فخلينا نشوف موضوع ان احنا ناخد سيكشن. بلاقي هنا في قلب الفيو بوينت انيبل سيكشن، فبيبدأ يفتح لي الشكل ده. طب انا مش شايف التولز اللي اقدر اتحكم فيها في السيكشن، فبدوس موف فبيوريني هي ديت، فببدأ اتحرك بالشكل دوت فيبدأ يعمل لي السيكشن. تقدر تلف كده حوالين المبنى، تبدأ تشوف السكشن من الناحية التانية أو تبدأ تتحرك بحيث إن أنت تشوف الحاجة أنت عايزها. طيب أنا عندي نوعين من السكشن في نفس وركس، في بيبقى بشكل دوت على هيئة بلين، وفي ممكن يبقى على شكل بوكس بالشكل دوت. تمام، وتقدر تعمل روتيت للسكشن لو أنت حابب، أو تعمل له سكيل تكبره ويصغر بالشكل دوت حسب حجم السكشن اللي أنت عايزه. طيب ممكن تقول له انا عايزه على هيئة بلين، اهوت تقول له مثلا موف، يعني مش هينفع تعمل سكيل. تمام اهوت. طيب لو انا عايز اخد سكشن في جزء معين وليكن مثلا عند الحيطه ديت، فانت بتلاقي عندك هنا من التوب ولا من البوتوم ولا من الفرونت ولا ايه زي ما انت عايز. ممكن تقول له مثلا انا عايز اعمل مثلا الانت فيو، فالفيو اللي انت موجود فيه هيبدا ياخد السكشن وانت تبدا بقى تتحرك زي ما انت عايز. طيب في حاجة تانية برضو لذيذة، دي أكتر حاجة احنا بنستخدمها، Align to Surface، يعني تبدأ تختار مثلا الحيطة اللي أنت عايزها هو يبدأ يعمل السكشن الموازي أو على الحيطة ديت. تمام، يعني تقول له أنا عايز أعمل To Surface وتختار الحيطة اللي أنت عايزها، فبيبدأ ياخد السكشن من عندها بشكل دوت. ممكن تقول له Fit Selection فيبدأ تشوف الحاجة بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له انا عندي مثلا ده بلان 1 بلان 2، تبدا تخش تظبط في بلان 2 بالشكل دوت. اها، وتقول له مثلا للتوب يظهر معاك بالشكل دوت، فتبدا انت تشوف المبنى زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا مش عايز انيبل سكشن، فالسكشن يختفي تماما.